أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة دبليو تي في وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قابل للاستئناف ما بين ضيف وضيف آخر. تتداور حواراتنا على مدار الأسبوع كل يوم جمعة الساعة 6 مساء عبر شاشتكم قناة وطن الفضائية دبليو تي في. اليوم موضوع حلقتنا راح يتمحور في محورين أساسيين، الأول راح يكون قانوني والثاني اجتماعي موصى به من قبل الجمهور اللي يتابع قناة دبليو تي في، اللي وصونا توصية خاصة قالوا انتم أغلب المواضيع اللي تتداول راح تقولون المرأة وحقوق المرأة وحقوق الطفل، خلوا الموضوع عام شامل حقوق الرجل والمرأة والطفل حتى تكون عدالة في البرنامج. طبعا عندنا اليوم 3 ضيوف أعزاء كرام شرفونا اليوم بقناة دبليو تي في حتى نتناقش وياهم وهاي المواضيع المختلفة. خلينا نتعرف عليهم. المحامية نغم العبودي، حياك الله ست نغم، شرفتينا اليوم قناة دبليو تي في. اشكرك الشرف. حياك الله، يا اهلا وميه. الله يخليك. المحامي المتألق والقانوني علي زمزير، حياك الله. الله يحييك استاذ، اهلا وسهلا. وطبعا عندنا ضيف ثالث ست اديان عامر، تاخرت علينا، راح تلتحق ويانا ان شاء الله بالمحور الثاني. خلونا نبدا بالمحور الاول اللي هو قانون التامين الالزامي لحوادث المرور. اكو شيء عندنا يجهله اغلب المواطنين العراقيين، اكو عندنا قانون هو قانون التامين الالزامي لحوادث المرور. هذا بشكل مختصر قبل النقشة مع الضيوف، خلي نبسط الصوره به. اي مواطن عراقي يسوي حادث مروري بالعراق، حادث سياره طبعا اللي نقصد به، هذا مؤمن تأمين إلزامي بدون ما يدفع اشتراك لشركة التأمين الوطنية أو لأي شركة محلية. هو بموجب القانون مؤمن تأمين إلزامي والدولة ملزمة بدفع التأمين في حال تعرض لحادث، طبعا بعد ما يستوفي الشروط القانونية اللي نص عليها القانون اللي هسه راح نناقشها تفصيلا مع ضيفي الكريمين. خلونا نروح للاستاذ علي زمزير، حياك الله استاذ علي. حبيبي استاذ، الله يسلمك، شرفتنا اليوم اخيرا. الله يخليك، انتم الشرف. يا هلا. اي استاذ. استاذ علي زمزير، هو الناس ما تعرف شنو قانون التامين الالزامي. اريد فد صوره مبسطه وواضحه ووراها راجعين الست نغم. والله الموضوع بشكل مختصر يعني واضح من عنوانه، انه قانون التامين الالزامي. شلون يعني صار الزامي؟ المعروف انه قرار مجلس قياده الثوره العام 82 على كل لتر بنزين يستقطع دينار، هذا الدينار يأمن كل مواطن عراقي. حلو. وبالتالي إذا حصل أي حادث تتراكم هاي الدنانير. طيب. وتستقطع بعدين، هي الدولة تصرفها للي عمل هذا الحادث. طيب. على أن يكون التقديم خلال 3 سنوات للوفاة وخلال سنتين لحادث الإصابة. الوفاة يصرفوا لها أعتقد مبلغ 14 مليون، والإصابة أتذكر مبلغ يعني أقل من ذلك. وعلى ان يكون ما تم الموضوع بطريقه الصلح العشائري او الفصل العشائري، يعني هاي مجموعه شروط لازم تتوفر. طيب. ليتم الصرف. زين استاذ علي، الاليه للتنبيه يعني يروحون يجيبون اوراق تحقيقيه، يجيبون شهاده وفاه، ايش يسوون؟ والله هي الاليه تتولاها شركه التامين نفسها، يعني انت مجرد تعمل حادث تروح تبلغهم، هم راح يدزون على المركز اللي مركز الشرطة. طيب. اللي قريب على موقع الحادث. طيب. مركز الشرطة راح يزودهم بالإضبارة اللي تخص هذا الحادث، إنه الحادث هل صار بي يعني وفاة أو إصابة. تخاطب المحكمة لو مركز الشرطة؟ لا لا، تخاطب المركز بشكل مباشر. بشكل مباشر. نعم. ويزودونهم بالإضبارة، والإضبارة تعرف جنابك موجود بها كل التفاصيل، هم من خلالها راح يعرضونها على مجموعة خبراء. طبعا حتى الإصابة أيضا تنعرض على خبراء يعني طبيين حتى يقدرون مبلغ التعويض. طيب خلينا ننتقل بعد انك ست نغم. يا هلا بست نغم، الله يخليك. اليوم شرفتينا ذيك مره، جيتي متاخره بعض الشيء. صحيح. خلينا نحكي على هواء مباشره، وبالتالي للاسف تعذر ظهورك ببرنامجنا، واليوم شرفتينا، يا هلا ومية هلا. الله يخليك. استاذ علي زمزير وضح لنا بعض التفاصيل بقانون التامين الالزامي اللي يقول بانه اي مواطن عراقي بموجب القانون هو مؤمن تأمين إلزامي. زين هسه الآلية، واحد سوى حادث يعني يروح يجيب تقارير الطبية ويتوجه
الشركة التأمين شنو الإجراء ويشاركنا مسار علبة الحمراء. أنت تعرف هو أي حادث يصير إذا كان يعني بشخص دهس أو غيره أو تعرض الإصابة، هي مو إلا أنه متوفي هم إلى تأمين. طيب. بس أكثر الناس ما تعرف عن آلية التأمين، أكثر السواق ما يعرفون أكو تأمين إلهم أساساً. ما يعرفون بهيك شيء. صح. إذا سوي حتى استطلاع راح يقول لك ما نعرف وين وشلون. سبب الإعلام، لو كانت شركة جوز أهلية كان إعلامها جداً قوي، كان مواطن عنده معرفة بهذا الشيء، كناس عندها إصابات وصلت حتى 50% وأكثر بسبب دهس أو تعرض أي شيء بالشارع. ترى حتى التوك توك اللي هي تاخذ بنزين، الدراجة تاخذ بنزين، كل أنواع السيارات، أي يعني سيارة تاخذ بنزين أو أي آلة تاخذ بنزين، مثل التوك توك اللي هو هسه تعرف ما شاء الله مثل الدود بالشارع، والدراجات هذه يستقطع منها 3 بالألف. هو شوف أنت مبلغ جدا قليل يروح الشركة التأمين. طيب. من يروح الشركة التأمين هذا المبلغ يصير إجمالي من البنزين والنفط همينه بنفس الوقت. المالية تأخذ 50%، ورغم هذا الظل مبالغ جدا عالية والمواطن ما يدري بيها. وبالتالي المواطن ما يدري بيها ولتبقى مكدسة بنفس المكان. مكدسة صح، ما نعرف. ممكن ما نقدر نتهم ونقول يستخدموها بغير شيء او احد ياخذها او يتم استغلالها. لا، هي متهم وانما هو جهل بالقانون من قبل المواطن العراقي واللي ايضا استاذ. نعم، اكو جهل بالقانون. المدد لازم يعني من تعبرها يعني مشكله، اللي هي المدد اللي قلت لك قبل شوي لو قاطع حسيتنا زميل. المدد اللي هي الـ3 سنوات والسنتين اللي قلت لك بيها، يعني حادث اللي ما تسبب وفاه لازم خلال سنتين انت تروح تقدم للشركه حتى يصرفوا لك المبالغ. وبالنسبه للوفاه 3 سنوات، اكو ناس يعني قبل فتره هم سايق تاكسي وانطرح هيك موضوع يعني قال انا سويت حادث ب 2016، قلت له صار له 6 سنوات، حتى لو تقدم اساسا المده القانونيه عبرت يسقط حقك. اذا عبر المده القانونيه. نعم نعم، الصوره وضحت. قبل لا ننتقل يعني احبتي مشاهدي قناه دبليو تي في، مثل ما تفضلوا الاساتذه، اي مواطن عراقي مؤمن تامين الزامي لا سمح الله، الله يحفظ الجميع ان شاء الله، يسوي حادث مروري يقدر يتوجه الشركه التامين الوطنيه العراقيه ويقدم كل اوراقه الثبوتيه اللي تثبت بان هو فعلا سوى حادث، اوراق التحقيقيه الموجوده على لدى مركز الشرطه، لجنة قضائية موجودة هناك راح تقدر درجة العجز اللي عنده، مدى إصابته، وبالتالي راح تقدر التعويض اللي راح يكون على أساسه، ولا حد يعوف حقه. هذا أبسط حق من حقوق المواطن العراقي اللي يطالبون يريد نسبة من النفط ويريد نسبة من ما أعرف شنو. هي هاي النسبة موجودة للي يسوي حادث، بدل ما تروح وتبقى عدة دولة هذا حقك تقدر تاخذه. زميل المخرج خلينا ننتقل للفاصل ونروح لموضوعنا الثاني اللي ينتظروه هو المواطنين. نرجع وزميلنا المخرج يقول كمل احبه المشاهدين موضوعنا الثاني اللي ينتظروه هواي مواطنين العراقيين، والبعض استغرب من العنوان اللي خليناه دور الامهات في هجمان بيوت البنات. طبعا احنا نقصد بهذا الموضوع تدخل الاهل بحياه أطفالهم أولادهم اللي كبروا وصارت عندهم أسر وصار عندهم عائلة مستقلة، تصير بيناتهم بعض المشاكل البسيطة، اختلفوا ماكو بشر ما يختلف، الزعلوا شلون نقول باللهجة العراقية، تجي أم الولد تطرح وجهة نظرها وتجي أم البنية تطرح وجهة نظرها. طبعا أنا دا أقول تطرح وجهة نظرها بس هي واقع الحال، دا تصير شلون نقول بالعراقي مكافش من الروز، دا تصير مشاكل ودا تكبر يوم بعد يوم بعد يوم، وبالتالي تتوسع هاي المشاكل وتكبر هاي المشاكل ويتجهون الفريقين للمحكمة، وللأسف يحدث التفريق وهذا اللي ما نضاه، وبالتالي نشوف حالات تفريق شلون ارتفعت بالعراق. طبعا هذا مو السبب الرئيسي، هذا السبب من الأسباب، بس نقدر نقول هو احد الاسباب الرئيسيه لحالات الطلاق في العراق، اللي هو هجمان البيوت اللي غالبا ما تكون سببه ام البنيه. خلينا نروح ست نغم. ست نغم، سمعت المقدمه اللي حكينا بها حول هذا الموضوع، ويا ريت زميلنا المخرج يعرض ارقام هواتفنا اللي يحب يشارك. طبعا شنو الموضوع؟
أصير مشكلة بين الرجال ومرته. نعم. اجت ام البنيه قرت براسها، قالت لها هذا كذا هذا كذا، تحصلين الاحسن منه، تاج راسه ياخذك، ومن هالتفاصيل هاي من المصطلحات أكيد. اللي يصير. هي هاي اللي تشجع. شنو دور الام خصوصا بهذا؟ دائما هي الام، ام البنيه متهمه بهذا الموضوع، شنو موضوع الشينه؟ مو متهمه، الام هي اقرب لبنتها. طيب. اكيد الاب ايضا له دور، بس الام هي اقرب لبنتها، حتى زي. اذا تريد تحكي اي موضوع يصير او اي مشكله بينها وبين زوجها، فراح تكون الام هي بالصداره. اول ما تتوجه لامها، طيب هيجي صار هيجي صار هيجي صار، تبدي المشكله تتفاقم. بانه اغلب الامهات ما تقولها بيتك، اولادك، زوجك، حياتك، الحياه بصوره عامه بها مشاكل او تتحملين، لا تعالي جيبي غراضك جيبي غراضك وتعالي. زين. وهمها ذهبك. زين. زين. دائما تصير. زين. واللي احنا نشوفه بالمحاكم. يعني اغلب دعاوينا من تجي اني ذهبي جايبته من ضمن مثلا تقيم لها دعوه. طيب. واول ما يتوجهون للمحاكم، خلي اكسر ظهره بالدعاوي. خلي اقيم عليه دعوه النفقه اول شيء، بعدها دعوه ما تقيم طبعا التفريق. حتى يظل هو رايح جاي، رجعوني ودوني، تاخذ حقوقها كامله. تعرف احنا بالمذهب الجعفري عندنا حتى المؤخر ينطلب، وان كانت الزوجه وان كانت الزوجه بيت زوجها ممكن نطالب. نعم. بي فيبدي هذا همينة واحد من الدعاوى اللي تقيمها، اول شيء نفقه، بعدها طالب بالمؤخر. يبدي الزوج يا رايح يا راجع، رجعوها جيبوها، وتبدي الشروط وتبدي هواية أمور. بسبب هذه الشروط تبدي تنخلق مشاكل أكبر. أكبر. ما تتعالج المشكلة الأولى، وإنما يدخلون نفسهم بمشاكل أعمق من هالشيء. لأنه تعرف سووا عليه دعوة، ماكو حساب للعشرة، رأساً يبدون دعاوى، وأغلب. طيب. الأهل هيك مع الأسف. طيب راجع لك مرة ثانية أستاذ علي زمسير، ما تعتقد بأنه الزوج والزوجة من يحلون مشكلتهم وحدهم وبيناتهم أفضل مما يتدخل أحد الأطراف، ولو كان الطرف يريد بنية خير، ولو كان وسيط خير، راح تكبر المشكلة من يتدخل أي طرف كان؟ شنو وجهة نظرك في الموضوع؟ أول شيء راح أحكي لك قصة قصيرة أنا سامحها من الوالد، وباختصار يعني أحد الأمراء الفرنسيين متزوج ايضا من يعني امراه من عائله جدا راقيه بفرنسا، بعد فتره وجيزه اتطلقوا. فتدري اللي حاضرين يعني الطبقه المخمليه من المجتمع، فسألوه قالوا له ايش عجب يعني تطلقتها وهاي من عائله كلش راقيه وانت ايضا امير، من يتوقع انتم عقولكم توصل لعقول الناس العاديه انه تطلقون؟ مستحيل. فهو سالهم سؤال غريب، قال لهم عذرا يعني، قال لهم أترون الحذاء الذي أرتديه؟ قالوا له نعم نراه. فقالهم ما رأيكم به؟ قالوا له يعني أنت أمير أكيد تلبس أفخم الأنواع أو أفخر الأنواع. قالهم بس أنا الوحيد اللي أعرف هذا الحذاء منين يأذيني. هذا المثال اللي ضربته لك، أنه الرجل أو الزوج والزوجة هم أدرى وأعلم بالمشاكل اللي بيناتهم، وثق بالله كل المتزوجين يوصلون لفد مرحلة لو ايش قد ما يحكون، الزوج يحكي مثلا الوالد او الابو والبنيه تحكي لامها، اكو هواي تفاصيل هم ما يحكونها وما يردونها تطلع اصلا. طيب. يظلون مختزنينها بداخلهم. دخول الاطراف مثلا الام، انت تعرف مشاكل العمه وتشنى ازليه سرمديه. الام عندها ارهاصات من الماضي، فدائما الانسان يعني لا اراديه بالعقل اللاواعي يعكس ارهاصاته او المشاكل اللي صارت له، ويحاول انه يشوف غيره دا يعيشها حتى يحس بالراحه. فلهالسبب يظل بعقلها هاي مشكله العمه وتشنه، فيظل يعني بعقلها يعني الاساليب يصير بنتي مثل ما صار بي بالضبط. والاساليب اللي يتخذونها مو اساليب اصلاحيه، اساليب دفاعيه، واحد خايف من الثاني، يعني ماكو مكاشفه، ماكو مصارحه، فلهالسبب تخلق هاي المشاكل للاسف. يعني انت ما تشوفها مثلا عند الطبقات دون المتوسطه او الطبقات المسحوقه بالمجتمع، حتى الطبقات المخمليه يوصلون فد مرحله وفد ممارسات، يعني ممارسات انت ما تتخيلها، مثلا دكتور ودكتوره، او محامي ومحاميه، او مهندس ومهندسه، يعني هم ذولا يعني الطبقات المخمليه بالمجتمع
ايضا عندهم فد ممارسات بصراحه عجيبه ما تتخيلها تصدر من يمهم. فللاسف يعني هذا الموضوع انا برايي علاجه مو بس علاج قانوني، احنا قضاتنا بصراحه اكثر القضاه يفتخرون. يعني ذاك اليوم انا قاضي بجلسه هيك طبيعيه ورا مخصص المرافعه قعدنا نسولف هو كلش يريح يعني زين. قال انا افتخر انا اقل القضاه تفريقا يعني بدعاوى التفريق يحاول وقدامي وهذه يحاول يعقل بيهم. استاذ علي زمزير هذه هي حسنه يعني طبعا حسنه طيب طبعا يقول انا من اكثر القضاه اللي ما افرق يعني ما يحسم دعاوى التفريق يصلحهم وقدامي حاول يصلح. طيب فاذا العلاج انا اعتقد 70% علاج مجتمعي و30% علاج قانوني وقضائي. خلينا بالعلاج المجتمعي خلينا ننتقل ست نغم. ست نغم استاذ علي زمزير وصفه كان جدا دقيق وقال مشكله مجتمعيه بالمقام الاول. احنا نيجي نشوف بالقانون نص القانون على حقوق منقطعه النظير للمراه. بالتالي يجي الرجل دا يتزوج اجى وقع فرحان وعريس وكذا اجى وقع مباشره. هذا اللي دا يوقع عليه عباره عن عقد وهذا العقد ملزم به العقد شريعه المتعاقدين وان كان عقد زواج ملزم به بكافه تفاصيله من ناحيه النفقه من ناحيه المهر المؤجل سواء كان على المذهب الحنفي او الجعفري. نرجع للمجتمع اللي تفضل به الاستاذ علي زمزير. كل مرأة عراقية احنا نحكي بمجتمعنا العراقي عندها احلام وعندها طموحات وعندها تريد توصل لمدى معين. اللي يحج من هذا الطموح هو الاعراف الاجتماعية اللي موجودة صحيح. تحد من طموحها وبالتالي تشوفيها اول ما تتفرق من الرجل راح تنطلق وكأنما كانت هي بحبس سجن بسجن. وجهة نظرة ست نغم احكي لنا اللي بالقلب واللي بالقانون. مو قصة اللي بالقلب احنا تمر علينا كمرأة عراقية يعني تعرفين لا ما اكثر من غيرك. مو هيك راح يقولون حكيت بشكل شخصي. لا 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 مو شخصي نحكي لا انت تعرفين حياة الموكلات على الواقع هو الواقع على الدعاوي اللي تجينا اغلبهم يعني يكون اكو كبت من الزوج او كبت مثل ما تفضل الاستاذ اكو موضوع عمه وتشنه اكو هوايه عمات هي تكون سبب المشاكل. نعم. ما نقول بس الامهات مثل ما تفضلت حضرتك بالبدايه. نعم. لا نكون مثل ما اكو جماعه الموضوع هسه نقرا رسائل نكون لا نكون منصفين اكيد طبعا. العمات ايضا لهم دور كلش كبير وعلى قولة الاستاذ المشكله ازليه مشكله سابقه وانضربت بها حتى امثال. احنا ما نريد نجيب طار الامثال حتى العمات لا 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 نريد مثل نريد نسمع مثل مثل كلش يعني مشهور كون العمه تحب الجنه كان ابليس دخل الجنه زين. اغلبهم اغلب المشاكل تكون ايضا سببها العمه وبعض طيب. الاحيان تتدخل هم الحما اللي بالبيت. ليش دائما يقول لك خلي البيئه تحكم. اذا البيئه ايضا كانت مغلقه او تفكيرها مغلق وجدتي انسانه مثقفه دارسه تعبانه على نفسها ممكن هذا يحطم احلامها. ليش؟ لانه عائلته وبيئته عندها صعب. اكو بيهم حتى عند شنو موظفه شنو طبو تطلع شنو الدام بدل ما يشوفها فخر إله الاولاده مستقبلا يشوفها لا شيء غلط زوجتي دا تروح ودا تجي ودا تداوم وتشوفها العالم. واغلب هذه المشاكل بصراحه تكون بالمناطق اللي شعبيه اغلبها. طيب. صح تفضل الاستاذ قال بين دكتور ودكتوره بس ما توصل للي تكون بيئتهم بالمناطق الشعبيه. نكون واقعيين واغلب الطلاقات اللي دا تصير واكثرها بالمناطق الشعبيه ايضا يعني طيب. بنسب جدا عاليه نسبه التعليم بيها متدني شويه فيوصلون هالمرحله بسبب الثقافه. ممتاز جدا ضعيف. وجهه نظر جدا محترمه. استاذ علي ست نغم تقول بعض الرجال يحجم من دور المراه وبالتالي يمنع عليها بعض الامور اللي هي مباحه اصلا بالقانون وموجب العرف والدين والعقل والمنطقه هي مباحه يعني ما بها مشكله. ما تعتقد بان بعض النساء تبدي تطغى تتعدى نتيجه الكبت السابق تبدي تتعدى مرحله الوضع الطبيعي وبالتالي تبدي تتكبر حتى على الرجل تتمرد عن البيئة اللي هي بيها وتحاول تكون دور المنتقم. رأيك من خلال موكلينك وخلال من خلال اللي مر بيه. والله
الإنسان عادة تخلق بدماغ صورة نمطية عن الأشياء اللي يشوفها. يعني هسه مثلا أنا إذا قلت لك سيارة راح يتراوالك شكل السيارة. هاي الصورة النمطية تخلق عند الإنسان وهو طفل. فأنت تشوف مثلا هاي المرأة اللي جاي تتكلم عنها اللي تتخذ دور الطاغية، شوفها شلون تربت من كانت صغيرة. من هي صغيرة تربت بطريقة يعني يا أما الكبت الزايد يخليها، تدري الإنسان من يتعرض الكبت راح يتطرف باتجاه اليمين أو اليسار. نعم. فهاي التربية الخاطئة لهاي المرأة أو لهذا الرجل وهو طفل راح تخليه يتصرف تصرفات متطرفة وهو من يكبر. يعني هي من مكبوتة وهي صغيرة، حتى روحتها للمدرسة تكون يعني صعبة، روحتها للجامعة صعبة، لا تلبسين لا تطلعين لا تسوين لا تخلين مثلا حتى المكياج الخفيف، ما تشيلين تليفون. هذا الكبت القوي اللي عليها يخليها تريد بأي طريقة تتوظف، يصير عندها مردود مادي حتى هاي الأشياء اللي انحرمت منها تسويها. يعني أنا أعرف مرة هسا عمرها يمكن عبر 70 سنة لا زالت لهاي اللحظة تشتري لعابات. ليش؟ لأنه زوجها عمرها 13 سنة ما لحقت تلعب بهاي اللعابات. يا مسكينة. إيه يعني هسا هي مرة كبيرة وتشتري لعابات، تخيل. زين. فإحنا دا نتكلم عن شغلة الكبت والتربية الخاطئة. ثق بالله أي إنسان من يتربى تربية خاطئة تنخلق بدماغه في صورة نمطية للأشياء صورة خاطئة. فتستمر هاي الإرهاصات وهاي التراكمات اللي بعقله اللاواعي راح تستمر وياه، فراح من يكبر يتصرف تصرفات متطرفه وغير طبيعيه. أيه. مثل اللي تلقى مثلا حتى اللي يتعاطون مخدرات تدور عليه ايش تلقى؟ تلقاه كان عائلته كابتينه اكثر من اللازم، فاول ما طلع من هاي الشرنقه اللي عايش بيها تصرف تصرفات يعني احنا بمصطلحنا نقول يروح زايد شويه. انفعاليه. نعم. زين بالضبط. فهذا اللي دا يصير. ممتاز. ست نغم. من خلال موكلينش بالمحاكم والناس اللي مختلطة بهم اللي دا شوفيه استاذ علي دا يقول بأنه هذا بعقله اللاواعي بعقله الباطن أكو فت صورة معينة، أكو طموح وأكو كبت، أكو شغلات يريد يسويها، بالتالي أكو تنهزم، يعني تروح تتزوج فلان من الناس حتى تنهزم من الجحيم ببيت أهلها. يمكن أخوها يتحكم زايد عن اللزوم، يمكن أبوها، يمكن ما نعرف كل عائلة بعائلتها، وبالتالي راحت الزوجة رجال ما تحبه، تبدي المشاكل الأكبر، تبدي المشاكل الثانية. والحل وين؟ الحل عند الأهل. الهوى إليك. الحل عند الأهل. عند الأهل؟ عند الأهل. وإحنا هسه قلنا لا يتدخلون. الحل عند الأهل قبل لا تتزوج. خلينا نكون واقعيين، يعني من هي أبوها كابتها، أخوها كابتها، وإحنا همينا مجتمعنا ما حلو. احنا ما نذب اللوم كله همينا على الاهل، بعض الاهل سبب الكبت بسبب المجتمع اللي عاش، بسبب اللي دا يشوفوه بالشارع، بسبب اللي دا يسمعوه، دا يخاف على بنته ودا يخاف على ابنه. ترى مو بس البنيه مكبوته، الولد ايضا دا يكبتون عليه، خوفهم عليه، بس هو بعده يعني عقله ما دا يستوعب انه هذا خوف، لا يعتبره حاد من حريته، طيب حاد من تصرفاته، مثل ما يقول أهلي خنقوني، أهلي ما يخلوني أتنفس، يبدي يدور على أي متنفس ثاني حتى وإن كان ممكن يكون خطأ، يريد بس يخلص من الوضع اللي هو بيه، يريد يلقى نفسه، عفية، يريد يدور حريته بأي طريقة. فلازم الأهل ينتبهون لهالشيء، ما يكبتون، تكون علاقتهم بأولادهم وبناتهم علاقة صداقة، مو علاقة أب متحكم. هذا موجود ومتسلط صراحة، مو هذا سبب المشاكل. علاقة الصداقة بين الأهل والأبناء صدقني حتى ما يخطئون، حتى ممكن إذا كان معرض للخطأ يحس أكو شخص قريب منه ممكن يشاركه، ممكن إذا خطأ بما أنه هذا الشخص مأمن به اللي هو أمه وأبوه، منطي أمان ومنطي حرية الكلام والتعبير، مو شيء زايد حتى ما يوصل للخطأ أو يتمرد على الأم والأب، وإنما شيء محدود يأمنه. طيب. هذا ما يخطأ صدقني. زين ست نغم. وأيضا بالإضافة إلى ذلك يعني الأهل اللي يزوجون بناتهم زواجات كلش سريعة بأعمار صغيرة، من باب والله ستر والله ما أعرف شنو، لا هو الزواج مو 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 ستر. هذا الزوج حتدخل حياة عائلة ثانية وتكون عائلة،
يعني موضوع جدا. زي مثلا مفردة الستر، يعني استاذ علي لو يشاركنا هم شنو الستر؟ هي مفضوحه حتى تنستر؟ يعني هي عايشه بيتها اهلها انسان وعايشه، ليش يقولون خلي تنستر وتتزوج؟ يعني ما لقيت هالمفرده لا بالقران الكريم لا بالشريعه الاسلاميه بمختلف توجهاتها. شنو مفرده تنستر؟ انا شفت فد حاله يعني مرت علي احدى الموكلات، هي البنيه يعني باين عليها شبيره، من حكيت وياها بصراحه يعني كلامها مع الاطفال، قلت لها تي ايش قد عمرك؟ قالت انا مواليد 2006 مطلقه. طيب. مطلقه 2006. قريبا اي نعم. 2006 وقريبا يعني تم تطليقها. فبصراحه يعني تدري احنا احيانا نتحول من محامين الى اطباء نفسانيين، يعني تصير عندنا فد فضول. قلت لها ايش قد عمرك وتزوجتي؟ قالت انا عمري تقريبا هم 13 سنه 12 سنه ومتزوجه. شنو السبب؟ والله السبب لان ابوها شاف في البنيه يعني فسلجيا وجسمانيا البنيه خشنه. طيب. زين فمن انا جاي اجاوبك على مساله الستر. فحس انه خلص هاي يعني فسلجيا هي جسمانيا استحقت الزواج، بس هي سيكولوجيا وعقليا ما مؤهله بعد. انت شلون يعني هيك تسوي بيها؟ فتخيل وحده عمرها 16 سنه، هسه الله عمرها 16 سنه وهي مطلقه، هاي كارثه. ابوها ايضا يعني رجل سايق كيه او سايق تاكسي وثقافته على قده، واللي عرفه اللي عرفه من الشريعه هي هاي الكلمتين الغلط اللي احنا سامعينها، وانا اشك بيها، مال زوجوهن في الثمان وعلي الضمان. فمتشلب بهاي الفكره ولهالسبب البنيه بهيج عمر اعدمها، تم اعدامها. زين يعني تعايشتها الحياه الزوجيه وعمرها 16 سنه وطلقت. يعني واحده من الباحثات الاجتماعيات تذكر بغداد جديده سولفت وياها بعدين طلعت تقاعد. طيب. قالت كارثه كونيه انه البنيه وهي شابه تتزوج وتتطلق. زين خلينا نرجع على ست نغم. ست نغم احنا قلنا على الكبت المجتمعي، الاعراف، التقاليد، بعض المفاهيم العشائريه، بعض المفاهيم الدينيه. من دا اقول بعض هاي معناها اكو تحتمل الخطا والصواب. طبعا. نعم اكيد. بس بنفس الوقت صار انفتاح بعد عام 2003، صارت اكو وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي اذا نفتح الانستا ودا نفتح الفيس وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف شابات صغار بعدين حتى عقلهم ما ناضج وفاتحين تيك توك والغيره ووضع مخل بالاداب احيانا جدا باوضاع مختلفه علاقات غير شرعيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فصار تناقض بالمجتمع بين الكبت وبين الانحلال. والهواء لك. هو صح احنا قلنا اكو كبت، وسبب الكبت هذا الانحلال الصار يريد يمارس حريته باي طريقه. اذا اقول لك حتى لو كانت بطريقه خاطئه وهو متاكد هذا خطا، بس اني حر اني ياخذ. البعض ياخذها حتى من باب الثقافه، تقول له هذا خطا يقول لك ثقافه، هذه ما ينظر للحريه وقله الادب. اختلطت عنده كل الاوراق بسبب الكبت الجاني. يعني احنا جانت ماكو موبايلات، ماكو هذه البرامج، ماكو نعم. ماكو. والسبب الاكبر الثاني اللي دا يطلع على هاي البرامج دا يحاول يقلد، يقول لك شوف فلان اني اهلي ما يخلوني اسوي هيك. البعض صارت مشاكل، اكو بنات يعني دمرت حياتهم سووا هذه الاشياء بدون حتى علم الاهل. يجي يقلب اكيد بدون علم الاهل، يعني اغلبهم بدون علم الاهل. طيب. يجون يقلبون بالبرنامج اللي اخوها اللي ابوها يشوف بنته او ابنه او اطفال صغار، يعني حتى للمراهقه ما واصلين هستوى هستوى شاف الدنيا لان يطلع على هاي البرامج ومدى تصير حده من عندها. والاهل ايش قد ما يحاولون للامانه، اكو اهل اللي يحاولون بس ما يقدرون يسيطرون. تحس اكو فرعنوا بصراحه، ما تحسه طفل حتى تفكيره واطلاعاته وهوايه امور كبر قبل وقته. اي عافيه، لانه اطلع على هوايه اشياء. والموبايلات اللي بايد اللي يمكن بقى بس اللي عمره سنه ما بيده موبايل، ما بيده موبايل، لا بيده موبايل على اليوتيوب يتفرج نوبات. بس الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، يقدر واحد يستخدمه بالطريقه الصحيح ويقدر واحد يستخدمه بالطريقه بس الخطأ. ملاحظه استاذ احمد تفضل. يعني احنا نجزم انه المجتمع الروسي والمجتمع الصيني، اضرب لك مثال على ذين المجتمعين بالذات، اكيد درجه تعليمهم وثقافتهم اعلى من يمنا.
هذا شيء احنا ما نكذب على نفسنا بيه، احنا ليش اكيد؟ نسبه لا اكيد نسبه الاميه ليش؟ صعدت عندنا. زين، اكو ابحاث تقول نسبه الاميه اللي ما يقرا ويكتب، ها مو اللي يقرا ويكتب، احنا عندنا حتى اللي عندهم شهادات اكو عندهم نسبه اميه وقله ثقافه ووعي. نسبه الاميه عندنا ارتفعت. المجتمع الصيني والمجتمع الروسي عندهم فد شيء بالانترنت، طبعا عندهم انترنت خاص بيهم، وعندهم شيء اسمه فاير وول، يعني جدار ناري على الانترنت عموما. يعني تتخيل بالصين بدال الواتساب عندهم يمكن ويتشات اسمه، يعني استبدلوا كل البرامج الامريكيه حتى يسيطرون هم عليها. اكد الامريكيه، استبدلوا البرامج الامريكيه ببرامج خاصه بيهم وخلوا فاير وول. ليش تتوقع؟ يعني يحافظون على قيمهم او شيء من هذا بالضبط القبيل. بالضبط، يحافظون على مجتمعهم قدر الامكان ويراقبون حتى المراهقين. ست نغم يعني لفتت نظري الشغله كلش مهمه، طفل عمره 13 سنه و5 حتى مراهق بعد ما صاير يعني، ويمارس فد اشياء جدا شاذه على هاي الوسيله. ليش؟ لانه هذا شيء مباح، الانسان بطبيعته يعني يعشق الاباحه ويعشق الاشياء الرخيصه. فانت من هذا الطفل بهيك عمر يشوف هذا التليفون، يشوف التليفون مباح، يشوف المنصه مجانيه راح يستعملها، ويستعملها دائما بشيء خاطئ، لانه يعني بين قوسين الشيطان يوسوس له ويشوف بعض الاشياء ويقلدها. فاحنا ليش ما نقتدي بالمجتمع الروسي او المجتمع الصيني ونسوي لنا فاير وول ونراقب هاي المواقع اللي جاي يصير بيها؟ يعني بصراحه اشياء جدا شاذه عن مجتمعنا. انت تعالج الموضوع من اصله ومن جذره، مو تنتظر المشكله تصير وبعدين تعالجها. يعني مو تنتظر مراهقه تطلع على التيك توك او تطلع على اليوتيوب او على اي شيء وتسوي مثلا فت حركات او تلبس لبس خليع وبعدين تحاسبها. خب انت من البدايه حد من هاي البرامج، حاول السيطره عليها وعلى خوارزمياتها اللي جاي من خلالها تتروج لهاي الافكار. علي استاذ علي، مو لازم يلقون البديل؟ يلا انا من اجي امنع التدخين على سبيل المثال، لازم القى البديل له. لما امنع الطفل يلعب هاي اللعبه او امنع الطفل يلزم الموبايل، مو لازم اني اوفر له البديل حتى ما يكون عنده فراغ؟ ما يخالف، انت عندك الاندر ايج، عندك بال يعني اللي تحت ال 18، عندك باليوتيوب الرقابه الابويه، تقدر تخلي حتى بالواتساب رقابه ابويه، تقدر الجهاز نفس التليفون تخلي به رقابه ابويه. طبعا هذا الكلام مو للدوله او للحكومه، هذا الكلام للمواطنين. فعلوا بتليفوناتكم شغله الرقابه الابويه، لا تشمر التليفون على طفلك وتعوفه هو يقلب به براحته، وبالتالي راح يطلع على اشياء صادمه وتظل بعقليته، ويتعرض للتشوه الفكري، والصور النمطيه عنده عن الحياه راح تصير مشوهه، ومن يكبر راح كل الارهاصات اللي تخلقت عنده هو طفل راح يمارسها من يكون كبير، ويصير عنصر شاذ بالمجتمع. هاي بالنسبه للاطفال. ست نغم، البنات الشابات الكبار المتزوجه والما متزوجه، ايش قد اثر عليهن الانترنت؟ اكو بنات من عوائل فقيره وبسيطه، وبالتالي اذا تفتح الانترنت تشوف الماركات العالميه من المكياج اللي ما تقدر توصل له نهائيا بحكم وضعهم المادي البسيط. الانترنت عالم افتراضي، وبالتالي انجمع به الغني والفقير والرئيس والعامل، فمو شرط فلانه تقدر تشتري المكياج اللي اشترته فلانه، او مو شرط فلان يصعد السياره اللي يصعدها فلان. شلون عندنا مثل شعبي يقول كل من يتمدد على قد اخطاه، وبالتالي هذا ما ولد فجوه داخل العوائل داخل شنو اللي صار؟ فجوه جدا كبير وصعب السيطره عليها. شلون؟ احكي لنا. يعني احنا ترى خلينا نكون واقعيين، احنا بلد عباره عن استخدموها لتجاره كل شيء. بلد اي ممنوعات دا تدخل للعراق، اي شيء خطا دا يدخل للعراق. العراق صار عباره عن تجاره بالاخطاء، بالمواد الممنوعه، باي شيء خطا بصراحه، وما دا يحدون من هذا الشيء، لان تجاره هذا الشخص راح تروح حتى لو هذا المجتمع تدمر. ومن ضمنها طبعا اكبر مشكله دا يواجهها المجتمع من ضمن وسائل التواصل اللي قلنا تتأذت وشوهت هواي ناس هو تيك توك. نتمنى يحدون من برنامج التيك توك. تيك توك دمر هواي ناس، يعني يطلع لك يحكي في المواضيع، يعني انت اولادك دا تطلع على هذا البرنامج، وماكو طفل يعني مو منفوت بتحدي حتى ما يقولون، يعني نكون واقعين ماكو واحد ما عنده تيك توك. ها
تيك توك دمر أمانة. للصغار للصغار يعني كل الأطفال يريد تيك توك. زين والله خارج عن الأطفال هسه تناولنا موضوع الأطفال. نعم. أنا أحكي لك على مستوى المحاكم العراقية واللي دا يشوفوه. من يجي الرجال الكادح الفقير البسيط العامل اللي عنده بسطية اللي عنده كذا وبالتالي هو زوجته بالبيت قائمة بواجبها وحسب الأصول وماكو أي مشكلة، بس هي بنفس الوقت فاتحة الموبايل مالتها ورشوف بتعمها أو صديقتها راحت الفلان محل يبيع ماركات، راحت الفلان مكان عنده ماركة معينة، هو مو قادر يوصل لهالمستوى المادي، وبالتالي راح تصير صدامات وتبدي تشوفه بالعين الصغيرة، وبالتالي راح تكبر وتتوسع الفجوة وتعتقد بأن هي من راح تنفصل راح يصير عندها هاي الأمور، وبالتالي راح ترجع بغرفة بيت أهلها. احكي لنا. هواي عندهم هذا التفكير انه ما وفرت لي اكو من يوفر لي، انفصل عنه ارجع اتزوج. طيب هذا الشخص يوفر لي اللي عند بنت عمي اللي عند البعض حتى اختها، ممكن اذا اختها تزوجت شخص مقتدر ووفر تبدي موضوع عامل الغيره. والاهل همين لهم دور جدا كبير، اغلب الاهل هم مساهمين بهالشيء ونكون واقعيين، لان البنيه من تدور الانفصال وين ترجع؟ ترى ما راح تقعد وحدها، الاهل راح يكونوا مشجعين ويعرفون بنتهم شنو سبب انفصالها، والانفصال اكثر الانفصال اللي دا يصير اخطاء من البنات، اخطاء بسبب الغيره، اخطاء بسبب وسائل الموبايل دمر هواي عوائل، مو سبب انه الرجال ما عنده او لا. ترى اغلب الانفصالات على البنات هوايه، خلينا على الرجال شوي. اغلب الانفصالات اللي اذا تصير سببها الموبايل، خلينا نكون واقعيين. نعم. خيانات زوجيه، انا عندي دعاوي اغلب الدعاوي اللي ترافعت بها خيانات زوجيه تجي هي. شنو سببها؟ شنو سبب الخيانه الزوجيه؟ الحرمان، تروح تدور بغير مكان. زين الحرمان مال الرجل هو يعني مشغول بشغله، اكو هوايه يطلع من الصبح يرجع بالليل، اكو هوايه تلقي مثلا حكم عمله يتطلب منه 7 ايام خارج البيت، 10 ايام خارج البيت، هذا الشيء كان موجود بس بقله. هسه شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف وهسه نرجع للسؤال طبعا. قاموا يطلعون انه فلانه ايه طلقت، يعني صار قبل الطلاقات جدا صعبه موضوع فلان الطلق، صار امر جدا طبيعي، على اتفه الاسباب تروح تزعل وتدور طلاق. على اتفه امر فلانه هيك صار وياها. جوزاني همينة مثلها اتطلق واعيش هيك حياة. البعض انا اقول لك خلينا نكون واقعيين، انفصلوا وعاشوا حياة احسن. ليش عانوا من مشكلة؟ وخلينا نكون واقعيين، يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، بس نعم. الطلاق يكون شيء معين، شخص متأذي، شخص متدمر، اسباب جوهرية، اسباب جوهرية، اسباب انه هذا الانسان عايش ببيئة دمرته، ممكن نفسية، ممكن معنوية، ما نجي فقط على الجانب المادي. وبعض الأزواج يعني بدأ حتى يعتمد على زوجته، زين إيه هي زوجة من زوجتك، أنت تقوم بواجبها. نعم. تبدي سنين هي قايمة بواجب كل شيء، زين هاي هم إنسانة. طيب. هم إلها فترة وطاقة تحمل. هذا اللي يجي ينفصل يغير من واقعه، مو الانفصالات اللي دا تصير هسه حاليا. زين أستاذ علي، طبعا زميلنا مخرج يقول بقالكم 3 دقائق فقط. أستاذ علي تقول من على البنات هواية، يعني نلزم العصب من الوسط. الشباب العراقي أيضا قلنا قبل شوي دا يجي يوقع العقد وخلاص، هاي عبال هاي صار ممتلكها وصارت كأنما أسيرة عنده، هي عندها حقوق مو بس مادية وإنما حقوق نفسية، حقوق معنوية، ولازم يقوم بواجبه حسب الأصول. رأيك؟ هي ارجع واقول لك احنا اليوم هواي حكينا باسباب مجتمعيه، ما حكينا بحلول قانونيه. يعني بدقيقه واحده لو سمحت، لان المقارنات دقيقتين خليها. المقارنات. نعم. يعني شي يشوف على الانترنت بالذات وعلى التلفزيون يبدي يقارن، انا ليش زوجتي مو هيك، وهي هم تقارن انا ليش رجلي مو هيك. فاكثر المشاكل ولبه المشاكل هي المقارنات، واللي يقارن فاشل عادة. لا تقارن، انت ظروفك تختلف، وضعيتك تختلف، امكانيتك المادية والمعنوية ايضا تختلف، لا تقارن. اساس الفشل هي المقارنة. نعم. بكل شيء بالحياة، بالزواج، بالعمل، بالدراسة، بكل شيء.
يعني هذا سبب رئيسي انا اعتبره. يعني هواي ناس تقصد حضرتك بان ما مركز يطور نفسه وانما مركز يخلي مثل فلان. لا لا حتى زوجته خطيه يباوع على زوجته يقارنها مثلا ويا عارضه ازياء ويا فنانه مليارديره. زوجته واقفه تطبخ. زوجته واقفه تطبخ وهي هم نفس الحاله. ويشوف المشاهير وهي هم نفس الحاله يعني تريد رجلها مثل توم كروز زين ذاك مولتي ملياردير هذا رجال فقير. وهذا مستحيل. طبعا وقتنا يشرف على انتهاء. خبر وتعليق بصوره اقل دقيقه. ولدت اكثر من مليون طفل عراقي خلال سنه واحده مع الضد. هذا واقع صار. ضد مليون طفل عراقي شرفنا اجل العراق ما ادري الله ايش كاتب له يعني. مع ضد. لا ضد. ضد. يا ريت يحب. طيب استاذ علي نفس الخبر ولاده اكثر من مليون طفل عراقي خلال سنه واحده مع ضد. اكيد ضد. احنا راح نستنسخ التجربه المصريه الانفجار السكاني اللي صار عندهم وهم راح نظل نصدر بلدنا للخارج بلكت الله يشتغلون يكونوا نفسهم ويرجعون ونتعرض لنفس المشاكل. هذا الانفجار السكاني بالنسبه لمساحه العراق وامكانياته والبوق اللي دا يصير راح يدمرنا مستقبلا. وقتنا هالدقيقة هاي خلينا نقسمها بالنص ونختم الحلقة. كلمة للعوائل العراقية ست نغم. والله أتمنى يتابعون أولادهم لأن هذا جيل المستقبل. إحنا ما نحكي على الكبار اللي هسه واعي ويفتهم ويعرف. أولادهم بعد هاي هي خلص. أولادهم هم ذولا جيل المستقبل. يا ريت العوائل تنتبه. أستاذ علي. والله اتمنى من الزوج والزوجه يبتعدون عن مقارنه نفسهم وازواجهم بالمشاهير وبالزناقيل. هاي ابتعدوا عنها. المقارنه اساس اجمال البيوت. والمقارنه اساس الفشل. احبتي المشاهدين اليوم موضوعنا كان اجتماعي اكثر مما هو قانوني وهذا بناء على رغبه وطلب العديد ممن راسلونا وطلبوا من عندنا نطرح هذا الموضوع. وقلنا احنا دور الامهات في اجمال بيوت البنات. طبعا هذا كان الموضوع بناء على طلب البعض اللي كثير من المشاكل يقولون السبب الام دا تتدخل والعمة ايضا دا تتدخل وبالتالي دا تصير مشاكل دا تهجم بيوت ودا تتفلش عوائل والضحية هم الاطفال اللي راح يكونون بنزاع ابدي بين الاب وبين الام وبالتالي مهما راح تقدموا لهم حياتهم ما راح تكون مكتملة بشكل صحيح. فيا ريت اي واحد يريد يتدخل حتى لو بشكل ايجابي يقعد وما يخلي نفسه بين العوائل ويخلي كل من يحل مشكلته بنفسه لان نهايه الموضوع هو الانفصال. ومثل ما قالوا هنا زملائي بانه كل واحد خليه يركز ويا نفسه ويحاول يطور نفسه اكثر مما يركز على غيره ويشوف نفسه مو اللي يصير مثل فلان فنان او فلان مشهور. كل من الى حياته وكل من اللي الله كتب له اياه خليه يطور نفسه على هذا الاساس مو يظل يشطح هواي بالتفكير ان صحت المفرده هاي لحد يعترض عليها بعدين لان هذا راح تظل كل شيء اكو اعلى منه. السياره اكو الاقوى منها والموبايل اكو الاقوى منه الى ما لا نهايه. اذا يظل واحد بهذا الحلم راح يضيع. في الختام لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تابعنا عبر قناه دبليو تي في. الشكر موصول. ست نغم العبودي شرفتنا اليوم قناه وطن الفضائيه حياك الله. واستاذ علي زمزير شرفتنا اليوم قناة دبليو تي في. والشكر موصول ست أديان عامر اللي اليوم للأسف الشديد الساعة 7 وما حضرت لحد الآن يعني راح حقها بالحضور اليوم. نلتقيكم الأسبوع المقبل الساعة 6 مساء. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الشمري. في أمان الله وحفظه.